مشاهدينا الكرام، برحب بالدكتور نعيم صالحي مستشار السيد وزير الزراعه واصلاح الاراضي لاستصلاح الاراضي والاراضي الصحراويه. اهلا بيك يا دكتور نعيم. اهلا بيك فندم، اهلا وسهلا. طبعا انت عليك هم كبير جدا استصلاح الاراضي الصحراويه، يعني الحمد لله مصر قالت على عاتقها استصلاح كميات كبيره جدا ومساحات كبيره جدا من الاراضي الصحراويه. قول لنا سيادتك التحديات اللي بتواجهها استصلاح مثل هذه الاراضي. احنا فخورين النهارده جدا يا فندم هذه المشروعات الكبرى، في 15 مشروع للتوسع الأفقي، من أهمهم النهاردة 6 مشاريع بالفعل فيها مساحات دخلت حيز الاستزراع والإنتاج حوالي 2.1 مليون فدان، ودي في 6 مشروعات اللي هم مشروع دلتا الجديدة، مشروع توشكا، مشروع العوينات، مشروع الريف المصري، مشروع سنابل سونو، ومشروع شبه جزيرة سيناء. فالست مشاريع دول يعني أكتر من 5 مليون فدان أراضي صالحة للزراعة، دخل منهم 2 مليون فدان لعملية الاستزراع في 24. ولنا الفخر طبعا نفتخر بهذه المشروعات، لأن كان في جزء من هذه المشروعات متوقف من التسعينات زي مشروع توشكا، وعلشان في إرادة قوية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان في رؤية ثاقبة لأن في تحديات بتواجه دول العالم كلها في الأمن الغذائي من ضمنها مصر طبعا، فلو ما كانتش الرؤية الثاقبة دي ظهرت في البداية والدولة أنفقت كثير من مئات المليارات لإصلاح الأراضي، ما كناش هنقدر نواصل. دكتور مصالحي، إزاي أنت يعني متخصصين في إصلاح الأراضي والأراضي الصحراوية، أول حاجة بتحطها تقول الأرض دي تصلح للزراعة ونستصلحها وهتجيب فايدة بعد كده؟ احنا يعني كان زمان في دراسات بندرس الأراضي نشوف صالحة ولا مش صالحة، نبدأش مشروع إلا إذا كان معتمد على كافة البيانات الدقيقة، سواء من حيث صلاحية التربة للزراعة وخواصها، فوزارة الزراعة واخدة على عاتقها دراسة حصر وتصنيف الأراضي في كل المساحات الصحراوية، يعني ممكن وصلنا لمساحات ضخمه جدا علشان نطلع بالمساحات اللي هي بتاعت المشروعات اللي هي بدات تدخل الاستزراع، ودي لاول مره يكون في جديه قويه جدا والاعتماد على البنيه الاساسيه والعلماء والخبرات. فندم سعيد، المرحله الجايه نستصلح فين ان شاء الله؟ يعني في منطقه كده في الصحراء الغربيه بندرس فيها المشروع مستقبل مصر، وزارة الزراعة خلصت دراسات الأراضي فيها، وملء الفراغ الصحراوي ده وحاجة مهمة جدا بالنسبة للأمن القومي المصري.